إن المنافقين مثل الغبار على مجتمع المؤمنين، أليس حينما يغتسل المؤمن يذهب خبثه فيصبح نظيفا طاهرا؟ يغسل الأوساخ بالصابون فتذهب عنه ويصبح نظيفا. قد تتساءل لما لم يبقى الخبث؟ لأن المؤمنين أنقياء أطهار لا يتحملون العيش مع القاذورات. حينما يغتسلون يختفي الخبث، يذهب المنافقون ويبقى المؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم، وهكذا نحافظ على الطهارة في مجتمعنا. سيدي، يضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلا بفصل الذهب عن الزبد، هل تظن أنه يشير إلى هذا الأمر؟ بالتأكيد، في أحد الأحاديث ذكرت الفضة، وفي حديث آخر ذكر الذهب، وهو مذكور أيضا في الآيات. يذكرنا ربنا بأن الزبد يذهب جفاء، الماء يسري بسرعة. انظر، الماء الطاهر ينساب في طريقه، أليس كذلك؟ ينساب الماء، ولكن الخبث والنفايات تتجمع عند المنحنيات. هذا ما يحدث في الأنهار، تتجمع النفايات عند المنعطفات، ومثل الماء لا يستطيع المؤمنون الاحتفاظ بالخبث، دائما ما تجرف النفايات بعيدا. كم مرة يتم إزالة الخبث؟ يغتسل المؤمن كل يوم، إذا لزم الأمر فقد يغتسل 3 مرات يوميا. الخبث الذي يمثله المنافقون يزال من المجتمع المؤمن باستمرار، وكلما حدث ذلك كلما أصبح المجتمع المؤمن أكثر نظارة وحيوية. تماما كما يحدث للإنسان حين يغتسل، فإنه يشعر بالانتعاش ويصبح طاهرا تماما، وهذا مثل تطهير المجتمع المؤمن من الخبث أي المنافقين.